بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا المقطع إن شاء الله سأقوم بشرح نموذج التوازن الآني، أو ما يسمى بـ Simultaneous Equilibrium Model ISLM Investment Saving Liquidity Money، وهو من النماذج الذي ما زال يلقى اهتماما من كثير من الاقتصاديين. فسنتعرف بواسطة هذا النموذج على التوازن بين سوقي السلع والنقود Commodity Market والMoney Market بواسطة النموذج التوازن الآني وهو ISLM. تعلمنا في النظرية الاقتصادية مبادئ النظرية الاقتصادية وبواسطة ما يسمى بنموذج تحديد الدخل اللي هو Income Determination Model، اللي تقريبا يعني تحدث عنه كينز باستفاضة في نظريته، بأن الإنكم ديترمينيشن يتشكل من تفاعل مكونات الدخل الكلي، وهي على النحو التالي: الإنفاق الاستهلاكي C، أو ما يسمى بالconsumption expenditure C، والإنفاق الاستثماري I اللي هو investment expenditure، ونفقات الحكومة اللي هي G government expenditure، وصافي القطاع الخارجي أو السلعي لإكسبورت ناقص الإمبورت أو X minus M. واستخدمنا المتساوي التالي، هذه اللي هي Y Income يساوي C Consumption زائد Investment I زائد Government Expenditure G زائد X Export ناقص Import. وبالتالي Income Determination Model هو يعتمد على هذه المتساوية Y تساوي C plus I plus G plus X minus M. سنهمل هذا الجزء اللي هو القطاع الخارجي، لأن في حديثنا عن الـ ISLM Model أو ما يسمى بالتوازن بين سوقي السلع والنقود من جهة والـ Income Determination من جهة أخرى، بيعتمد فقط على هذه المكونات الثلاثة مع إهمال القطاع الخارجي ولو مؤقتا. فـ Y تساوي C plus I plus G هي المتساوية التي سنعتمد عليها. الآن التمثيل البياني للإنكم ديترمينيشن موديل عندي على المحور الأفق الإنكم Y، وعلى المحور العمودي عندي الكونسومشن الاستهلاك والاستثمار ونفقات الحكومة C I و G. الآن هذا الخط المستقيم الذي يقطع الربع الأول من مستوى ديكارت إلى نصفين متساويين، فهي زاوية 45 درجة، بس للدلالة على أنه هنا كل النقاط الواقعة على هذا الخط اللي هو الخط المرجعي متساوية. فعند الآن أول مكون اللي هو الاستهلاك، يمكن التعبير عنه بدالة الاستهلاك C تساوي A زائد MPC في Y، اللي هو بالحالة هاي الاستهلاك يساوي Autonomous Consumption اللي هو الاستهلاك المستقل عن مستوى الدخل أو نسميه حد الكفاءة، زائد الميل الحدي للاستهلاك margin of propensity to consume مضروبة في مستوى الدخل. عندما يتقاطع هذا الخط الأخضر المعبر عن دالة الاستهلاك مع النقطة المرجعية على المحور في الربع الأول، يعني عند هذه النقطة بتكون الادخارات مساوية للصفر. دالة الادخار هي الدالة المقابلة لدالة الاستهلاك، لأنه نفترض افتراض عقلاني بأن الدخل يذهب في قناتين الاستهلاك والادخار، الاستهلاك والادخار، فعند مستويات متدنية من الدخل بكون الادخار سالب في هذه المنطقة، الادخار سالب هنا نقطة التقاطع بتقول لي متساويين، فدالة الادخار تساوي سالب A اللي هي عكس هذه الكمية زائد MPS اللي هي واحد ناقص MPC كما تذكرون. فالميل الحدي للإدخار margin of propensity to save مضروبة في الدخل، فنقطة التقاطع هون هذه النقطة، ونقطة التقاطع هذه النقطة بين الإدخارات والمحور الأفق اللي بيدل على الإنكم. وبالتالي عندي النقطة A هاي سالب A، A الموجبة، A السالبة، وعندي الآن نقطة التقاطع هذه وهذه
بتدل على انه الادخارات عند هذه النقطة تساوي صفرا، بمعنى اخر كل الدخل كل الانتاج تم استهلاكه بواسطة، يعني معبر عنه في دالة الاستهلاك هذه. فهذه النقطة بتقول لي S تساوي صفر و Y تساوي C عند هذه النقطة، يعني عندما تكون الادخارات مساوي صفر بكون مستوى الدخل يساوي مستوى الاستهلاك كله. إذا الآن دخل الاستثمار على الصورة، إيه بنضيف لها بعد عمودي آخر بمقدار الاستثمار، فهذه النقطة الجديدة بتكون بتساوي A زائد I، الفرق العمودي بيناتهم مقدار الاستثمار، وبالتالي نقطة التقاطع هنا بتقول لي على أنه الآن C plus I لم يعد C لحالها، دخلت I على الصورة، وبالتالي الآن هذا الخط المستقيم الأصفر تقريبا أو البني الفاتح بدل على أنه الآن أضفنا إلى الاستهلاك قيمة أخرى اللي هي الاستثمار، وبالتالي نقطة التقاطع هنا بتقول لي على أنه الدخل زاد، فكان عند مستوى Y sub 1 عندما كانت الادخار مساوية لصفر كل الدخل ذهب إلى الاستهلاك، بعد دخول الاستثمار زاد الدخل، وبالتالي الآن أصبحنا عند نقطة Y sub 2 اللي هو الدخل زاد من Y 1 إلى Y 2. هذا Income Determination Model بكل بساطة سنحتاجه في كل شروحاتنا عما يسمى بالتوازن بين سوقي السلع وسوق النقود، بين سوقي السلع والنقود. الآن طبعا هنا السهم هذا بدل على أنه يعني زاد الانكم من Y1 إلى Y2. التوازن بين الاستثمار والادخار من جهة، ما زال المحور الأفقي بدل على الانكم، والمحور العمودي بدل على الاستثمارات والادخارات، ودالة الادخار ما زالت كما هي بالتعبير عن اللي هي S تساوي سالب A plus MPS في Y autonomous consumption، لكنه سالب القيمة في هذه لأنه ما فيش عندي دخل، مستويات متدنية جدا من الدخل، وال MPS marginal profit to save مضروبة في الدخل. عند الآن هذه دالة الادخار، وبالتالي نقطة التقاطع هنا بين الادخار من جهة ومحور الأفق اللي بدل على الدخل بتقول لي ترى هنا الادخار يساوي صفرا، ما يعني أنه قبل الصفر هذا كانت الادخارات سالبة، هنا الادخارات صفر وتصبح موجبة بعد هذه النقطة. الآن إذا دخل الاستثمار على الصورة، هذا الخط الأزرق بقول لي دخلنا الاستثمار نحن الآن، فالاستثمار عند مستوى I1 هنا I1 بتقاطع مع الادخار عند هذه النقطة، وبقول إنه S في هذه الحالة عفوا تساوي I sub 1، بمعنى آخر إنه عندما دخل الاستثمار على الصورة زاد الدخل، أو عندما زاد الدخل زاد الادخار وانعكس على الاستثمار اللي هو على شكل I sub 1. إذا زاد الدخل أكثر بزيد الادخار أكثر، وبالتالي تقاطع بين S من جهة بقية ثابتة على يعني حسب المعادلة هذه، لكن الادخارات زادت بمقدار معين فأصبحت نقطة التقاطع عند يعني عند هذه النقطة الجديدة واللي هي عند مستوى I sub 2 من الاستثمارات. فكلما زاد الدخل زاد الادخار زاد الاستثمار، وكلما زاد الاستثمار زاد الدخل ويزيد الادخار، فالعلاقة كلها آنية في هذه المنظومة، منظومة الدخل والاستثمار والادخار. فعندي الآن S تساوي I2 عند هذه النقطة. طبعا الآن السؤال البسيط لكن مهم جدا، بما يتأثر الادخار وبما يتأثر الاستثمار؟ يعني هذا سؤال مهم جدا. الادخار اللي هو الجزء الذي لم يتم استهلاكه من الدخل من الانتاج، والاستثمار هو انعكاس الادخار في الاقتصاد. من البديهي أن يتأثر الادخار بعوامل نفسية،
بعوامل نفسية هاي لا محال. كل تصرفات أو السلوك الإنساني في المجال الاقتصادي، الاستهلاك والادخار والاستثمار، نفقات الحكومة، الإكسبورت والإمبورت، صادرات متوفرة، كلها تتأثر بعوامل نفسية. لكن الآن سنحصر تحليلنا فقط بالبعد الاقتصادي وبما يسمى تحديدا بالفرصة البديلة، الـ opportunity cost. الآن معاي 100 دينار في جيبي أنا، إذا كانت أسعار الفائدة عالية إلى حد يعني معقول، فبخسر أنا لمجرد إبقاء 100 دينار، 100 دولار أو 100 ليرة ذهبية على سبيل المثال، بخسر خسارة غير مباشرة ومباشرة، لأنه هاي يمكن استثمارها. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة تزداد الادخارات، لأنه يكون عندي حافز اقتصادي حتى أنا أدخر. أوكي؟ فالسؤال الذي يطرح نفسه أنه بما يتأثر، الإجابة تكمن في مفهوم الفائدة اللي هي الـ opportunity cost، أو أن الفائدة بتعكس لما يسمى بالفرصة البديلة الـ opportunity cost لإبقاء الادخارات مكتنزة غير مستغلة. فكلما كانت الفرصة البديلة عالية القيمة، زادت فرصة توجه الادخارات إلى استغلالها في الفرصة المتاحة، ما يعني بأن الادخار هو دالة في الدخل وسعر الفائدة، باعتبار أن هذا المتغير أو هذا المتغير الأخير مقاساً مقياس الفرصة البديلة، اللي هو سعر الفائدة هو مقياس الفرصة البديلة. وبالتالي يمكن لنا أن نضع الادخار على شكل دالة S تساوي a function of دالة في سعر الفائدة وY، والعلاقة موجبة بين S وR، بين الادخار من جهة وR من جهة أخرى، وكذلك الأمر S علاقته موجبة مع Y. فكلما زاد Y زادت S، وكلما ارتفعت R اللي هي أسعار الفائدة ارتفعت S. الآن العلاقة بين الادخار والدخل وسعر الفائدة الآن بشكل آني، يرتبط سعر الادخار يرتبط الادخار الآن مع Y اللي هي الدخل، وR إيجابيا، هناك علاقة موجبة بين الادخار وY والادخار وR، بين الادخار والدخل والادخار وأسعار الفائدة اللي هي opportunity cost الفرصة البديلة. ما يعني بأن الآن إذا الاستثمارات، الادخارات ستذهب إلى الاستثمار حسب النموذج اللي شرحنا قبل قليل، لكن سبحان الله الاستثمارات ترتبط عكسيا مع أسعار الفائدة. كلما ارتفعت أسعار الفائدة تنخفض الاستثمارات، لأنه الآن صاحب رأس المال بفكر بطريقة عقلانية بعيد مجرد عن يعني البعد الديني والعاطفة الدينية. فالفكرة بتقول على أنه إذا كان على سبيل المثال معي 100 دينار، وهناك فرصتان أمام 100 دينار، إما أن أضحى باستثمار بعطيني عادي يعني بعطيني 5% وهو استثمار رائع، لكن فجأة ارتفعت أسعار الفائدة إلى 10% افتراض، هذا يعني أنه هناك خسارة غير مباشرة. ما يعني العقلانية الاقتصادية بتفرض علي أنه 100 دينار أسحبها من الاستثمار اللي بعطيني 5% وأودحها في استثمار آخر بعطيني 10% بصرف النظر عنه اللهم إذا كان قانونيا. فهنا الآن العلاقة أو أن الاستثمار هو دالة أخرى بسعر الفائدة الـ opportunity cost والإنكم اللي هو Y، لكن ارتباطه إيجابيا الآن مع Y الـ R، يعني ارتباطه إيجابي مع Y الدخل لكنها سلبيا مع R. لو بدي أحط على شكل مشتقات جزئية للدلالة على ذلك، فبتكون العلاقة كما يلي في هذه هذه الرموز الآن: partial I partial R اللي هو يعني التغير النسبي في I نسبة إلى R أقل من صفر. معنى ذلك أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت الاستثمارات، وبالمقابل partial I partial Y بتقول لي يعني طبعا أكبر من صفر موجبة، بتقول لي كلما ارتفع مستوى الدخل زادت الاستثمارات.
كلما ارتفع مستوى الدخل زادت الاستثمارات، لأن هذا الدخل سينعكس على شكل سيفينغ، يعني هنا عندي الادخارات والادخارات ستذهب إلى الاستثمارات. الآن التمثيل البياني لها العلاقة هاي، مهما كانت أسعار الفائدة اللي هي الأوبورتيونيتي كوست أو كلفة الفرصة البديلة مرتفعة، سيكون هناك استثمارات بسيطة وادخارات عالية، وبالتالي المحور الأفقي الآن بيمثل لي الإنكم، المحور العمودي بيمثل لي أسعار الفائدة، وبالتالي الآن هناك عند مستويات أسعار فائدة عالية، كلما اتجهنا أعلى زالت مستويات أسعار الفائدة، فهناك استثمارات، هذا الخط المستقيم البني بيدلي على الاستثمارات، وهناك ادخارات، ادخارات الخط الأخضر هذا، هاي العلاقة عكسية وهي علاقة موجبة، علاقة عكسية مع أسعار الفائدة وعلاقة موجبة مع أسعار الفائدة. فبتقول لي أنه تقاطع الآن عند هذه النقطة، السيفينغ عند هذا المستوى R sub 1 وعندي الانفستمنت I sub 1 عند هذه النقطة، بمعنى آخر يعني حتى عند مستويات أسعار فائدة عالية نسبيا، عالية كثير نسبيا، بيكون هناك ثمة استثمارات بصرف النظر مهما كانت بسيطة، ومبرر ذلك أنه في اقتصاد ما مهما كان مستوى الدخل ومهما كانت أسعار الفائدة مرتفعة لابد أن يعوض عن الاهتلاكات التي تحدث في رأس المال، سواء كان رأس مال بالبنية التحتية أو بالمصانع وبالآلات وما شابه. الآن إذا انخفضت أسعار الفائدة تزداد الاستثمارات، وبالتالي تتقاطع مع الادخارات عند مستوى آخر، هذا هو الآن التقاطع الثاني عندما انخفضت أسعار الفائدة، معنى ذلك أن الاستثمارات زادت، زاد الدخل انعكست على الادخارات، وبالتالي التقاطع حدث عن نقطة تختلف أعلى من حيث الاستثمارات. إذا انخفضت أسعار الفائدة أكثر وأكثر، التقاطع بين الاستثمار والادخار يحدث عن نقطة متقدمة بالنسبة للاستثمار، ما يعني الآن أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة زادت الاستثمارات، انعكست على الدخل زادت الادخارات، وبالتالي نحصل على هذه العلاقة العكسية أو الاي اس كيرف اللي راح نمثله على شكل هذا الخط الأحمر متقطع، بتقول لي أنه الاستثمارات اي اس كلما ارتفعت أسعار الفائدة قلت الاستثمارات، وكلما انخفضت أسعار الفائدة زادت الاستثمارات، ما يعني أني بطلع هالعلاقة هذه I S B N. يمكن تمثيلها على الشكل البسيط التالي اللي هي ال I S، هذا الخط الأحمر السميك. الآن لو انتقلنا احنا يعني من هذا الشكل المعبر إلى شكل اللي بنستخدمه احنا الستاندرد في الثيوري أو النظرية، اللي هو هذا توازن سوق السلع، هنا توازن سوق السلع بين الانفستمنت والسيفينغ، بين الادخارات الاستثمارات من جهة والادخارات من جهة أخرى. الآن سوق السلع، في سوق السلع يكون الآن I plus G تساوي S plus T، يعني الاستثمارات زائد government expenditure تساوي saving زائد taxes، الاستثمارات زائد نفقات الحكومة تساوي الادخارات زائد الضرائب، الضرائب تمول نشاط الحكومة، تي تمول جي، واس تمول اي، فيتكون الاستثمار عادة وكما ذكرت قبل قليل بس تلميح من مركبتين، الأولى ثابتة وهي اي صب اي، الاي سب اي بتقول لي انه هذا الجزء الثابت من الاستثمارات بيعوض عن الاهتلاكات مهما كانت اسعار الفائدة مرتفعة ومهما كان مستوى الدخل منخفض، لانه اذا اردنا ان يبقى الاقتصاد لابد ان يكون هناك حدا ادنى من الاستثمارات، وهذا الحد الادنى بصرف النظر شو أسعار الفائدة منخفضة مرتفعة ومهما كان مستوى الدخل هو I sub A.
الجزء المتحرك من الاستثمارات يعتمد أو يرتبط عكسيا مع سعر الفائدة، لذلك ماينس ألفا في R، أي أن الآن I الكلية تساوي I صب A الثابتة ناقص ألفا في R الجزء المتحرك من الاستثمارات. بالتعويض الآن عن S تساوي سالب A زائد MPS في Y، من هون جبناها الآن، هذه S نعوض عنها بهذه القيمة، و I تساوي I صب A ناقص ألفا في R مكان I في هذه، يعني عوضنا الآن S و I في هذه المتساوية، I أصبحت المعادلة هاي و S أصبحت هذه المعادلة، فنحصل على النتيجة التالية إذا ما قمنا بتعويض. بدل S هنا عوضنا هذه القيمة، وبدل I هنا عوضنا هذه القيمة، وبالتالي نحصل على المعادلة الأولى بتقول لي I صب A ناقص ألفا R بدل I الكلية، أرجع عليها للتذكير، I الكلية هذه، لأنه عندي I بلس G تساوي S بلس T، فبدي أعوض عن I بالمعادلة I صب A ناقص ألفا R، وبدل S بدي أعوض minus A plus MPS، وبالتالي بحصل على المعادلة I صب A ناقص ألفا R زائد G ثابتة تساوي معادلة الادخار سالب A زائد 1 ناقص MPC. الآن الـ MPS بعد إذنكم الـ MPS هاي عوضت عنها، لأن هي المارجن بروبسنت سيف تساوي 1 ناقص الـ MPC في مبادئ الاقتصاد الكلي، وبالتالي الآن عوضت محل الـ MPS بـ 1 ناقص MPC، لأنه في عندي ضرائب، معنى ذلك نتحدث عن ما يسمى بالديسبوزبل إنكم أو الدخل المتاح، فعندي Y ناقص T محل Y وT تبقى كما هي. بحركات رياضياتية بسيطة وبفك الأقواس بصير عندي I صب A ناقص ألفا R زائد G تساوي سالب A زائد Y ناقص T، شوي شوي حتى نستوعب كل فكرة فيها إن شاء الله، ناقص T ناقص MPC في Y زائد MPC في T زائد T. لاحظوا لي هذه القيمة، هذه تساوي هذه، G بقيت كما هي، A سالبة بقيت كما هي، الآن في عندي بالقوس 1 مضروب في Y هذه، وعندي 1 مضروب في سالب T هذه، بقي الآن عندي سالب MPC في Y هذه وسالب MPC في سالب T هذه، والآن T تساوي T، وبالتالي لم يكن هناك لا زيادة ولا نقصان عما ورد في المعادلة الأولى. الآن بحركة برضو يعني نقلنا أشياء إلى الطرف الأيمن من المعادلة، بقيت سالب ألفا R لحالها لوحدها، ونقلنا كل شيء إلى الطرف الأيمن، أصبح سالب I صب A سالب G سالب A تساوي MPC في T موجبة زائد I بقيت موجبة ناقص MPC ناقص MPC في Y، لأنها نقلناها إلى الدقيقة، هلا هون عندي أنا نقلنا كل إشي بقيت كما هي، وبالتالي الآن إذا قسمت على سالب ألفا تعطيني هذه النتيجة، تصبح هذه إشارة موجبة إشارة موجبة إشارة موجبة، تصبح هذه سالبة، تصبح هذه كلها سالبة، وبالتالي عندي R تساوي تتكون من جزئين، جزء ثابت the autonomous part of it اللي هي I صب A زائد G زائد A ناقص MPC في T على ألفا، هذا الجزء الثابت،
والجزء المتحرك اللي هو induced part of R هو 1 ناقص MPC في I مقسم على ألفا. هذا هو الجزء الثابت وهذا الجزء المتحرك من R. الآن مثال بسيط، لنفترض بأن consumption function يساوي 10 زائد 0.75 اللي هي 3/4 في الديسبوزبل انكم واي ناقص 5% من واي، هذا نسميه احنا الدخل المتاح لانه في ضرائب راحت اللي هي 5% من واي، والانفستمنت تساوي 100 ناقص 50 ار، جفرمنت اكسبندشر يساوي 100 فهي ثابته. بالتعويض في المتساويه البسيطه السابقه واي تساوي سي بلس اي بلس جي، فهي عندي سي اللي هي 10 زائد 3/4 في واي ناقص السالب هاي مضروبة في الموجب هاي بصير عندي سالب 3/4 5% بصير تقريبا يعني 0.0375 واي زائد الجي ناقص 50 ار زائد الجي. الآن بالتبسيط بالنقل إلى كل إشي في واي ننقله إلى الطرف الأيسر من المعادلة تصبح كما يلي واي ناقص 0.75 واي زائد 0.037y تساوي 210 اللي هي المية هذه والمية هذه زائد العشرة ناقص 50r، ما يعني انه y اذا اخذناها عامل مشترك يبقى داخل قوس واحد ناقص 0.75 زائد 0.0375 وتساوي 210 ناقص 50 R، ما يعني بأنه Y تساوي 210 ناقص 50 R على 0.2875 وتساوي 730.43 أو 730.43 ناقص 173.91 من R. هذا هو توازن سوق السلع إلى هذه اللحظة. في سوق النقود يتكون الطلب على السيولة النقدية في سوق النقود من جزئين، يعتمد الأول على مستوى الدخل Y ويعتمد الثاني على R. دعنا نوضح الحكي. الآن liquidity money اللي هو الطلب على السيولة النقدية liquidity money تتكون هي a function أو دالة في Y و R. liquidity الطلب على السيولة النقدية تعتمد على مستوى الدخل وسعر الفائدة، هذا الجزء يعتمد على الدخل وهذا الجزء يعتمد على R. لكن ما هذا هو الجزء؟ ما هذا الجزء وما هذا الجزء؟ يمثل الجزء الأول ال 1Y الطلب على السيولة بدافع إتمام المعاملات من قبل الأشخاص اللي مثلي ومثلك. يعني الآن كل يوم أنا بحاجة أني أشتري مأكولات غذائية، مأكولات، بدي أدفع ثمن الكهرباء، التلفون، أجرة البيت، ثمن البنزين، إصلاحات كذا، فكلها إتمام معاملات اللي هي transaction demand. هذا الجزء الذي يعتمد على الدخل، وهناك جزء على الطلب على السيولة يعتمد على سعر الفائدة اللي بنسميها transaction أو عفوا speculation اللي هو speculative demand أو الطلب بدافع speculation بدافع المضاربة يعتمد على سعر الفائدة. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة زادت الأبورتيونيتي كوست، وبالتالي بخسر إذا أبقيت على الكاش في جيبي. ما يعني إنه الآن بيعتمد الآن الليكويديتي المطلوبة للأغراض سبيكوليشن على سعر الفائدة، والعلاقة الآن بين الليكويديتي ماني انطلاقا من مفهومنا هذا بيطلع عندي ما يسمى بالألم كيرف، الليكويديتي ماني كيرف، علاقة موجبة بين الاثنين. أوكي، شو هي الدالة الآن المعادلة؟ معادلة سوق النقود تنشأ معادلة سوق النقود حسب معتقد كينز كما يلي: إنه الطلب الحقيقي على الليكويديتي على الماني على على النقود حاصل قسمة الطلب على النقود على سعر مستوى الأسعار، فكلما ارتفعت الأسعار كلما زاد الطلب على النقود. ما يعني إنه الآن الطلب الحقيقي M على P، طلب حقيقي هو function في الدخل وأسعار الفائدة. هاي الآن يتكون من جزئين، جزء مشان transaction demand K، هذا عبارة عن جزء بسيط من ال Y،
ناقص كل ما ارتفع أسعار الفائدة بقل الآن الطلب على الطلب الحقيقي على النقود، فالعلاقة عكسية. أي بمعنى آخر الآن إذا نقلنا كي صب واي للطرف الأيسر نحصل على الطلب الحقيقي على النقود، مطروح منه الطلب لأغراض إتمام المعاملات transaction demand يساوي سالب بيتا في R، بيتا معامل 10 20 50 مهما كانت قيمته. اذا R تساوي حاصل قسمة M على سالب بيتا في P مستوى الاسعار زائد transaction demand قسم على بيتا، يعني معنى اخر قسمنا على سالب بيتا، هنا خلصنا من بيتا فبيطلع عندي بالطرف الايمن او الايسر R تساوي هذه القيمة وهو توازن سوق النقود. إذا توازن سوق النقود هو حاصل قسمة يعني الموني ديماند ريل الطلب الحقيقي على النقود على سالب بيتا اللي هي معامل R زائد ترانزاكشن ديماند قسم على بيتا. مثال لنفترض بأن المستوى أسعار يساوي واحد صحيح، الكي كنسبة من الدخل تساوي 10%، بيتا تساوي 100، الماني سبلاي بتحدد السلطة النقدية البنك المركزي في حالة الأردن أو مصر أو كثير من الدول، في سلطة نقدية ببعض الدول بتحددها، يعني الماني سبلاي بتحددها السلطة النقدية. عند التوازن الماني سبلاي يساوي الماني ديمان، أي الآن عرض النقد يساوي الطلب على النقد، وبالتالي الآن ماني ديماند money demand يساوي 0.1 في y، k تساوي 0.1 ناقص 100 r حسب المعادلة اللي قبل شوي توصلنا إلها وعدنا إلها حتى للتذكير فقط لا غير، r تساوي هذا الكلام هذا الكلام. فعندي الآن y بتبديل بسيط، المهم بين money demand تساوي money supply، فعندي 0.1y ناقص 100r تساوي الماني سبلاي تساوي 200، اذا 0.1y تساوي 200 زائد 100r، اذا الواي ستار تساوي 2000 اللي هي 100 على 0.1 زائد 100 على عفوا 200 على 0.1 تساوي 2000 و100 على 0.1 يساوي 1000، اذا هذا اللي هو واي تساوي 2000 زائد 1000r. مثال على التوازن بين السوقين اللي هو السوق السلع وسوق النقود، نفترض بأن معادلة الـ IS كانت كما يلي: Y تساوي 1700 ناقص 750 R على سبيل المثال، وكانت معادلة الـ M Y تساوي 1500 زائد 1000 R، ما يعني أنه الطرف الأيمن Y تساوي هذه القيمة، y تساوي هذه القيمة في معادلة IS، معادلة LM y بتساوي هون هذه القيمة والLM تساوي هذه القيمة، معنى ذلك أنه 1700 ناقص 750 R تساوي 1500 زائد 1000 R. عند حل هذه المعادلة نجد بأن R star تساوي 11.42% أو 11.42% كنسبة مئوية اللي هو سعر الفائدة، وواي بتكون 1614.2. لو بدي أمثل ذلك بيانيا بكون عندي الآن المحور الأفقي واي، محور العمودي R، عندي الـ IS هنا، الـ LM هنا، أوكي التقاطع يحدث هنا، فبكون عندي التوازن بين السوقين قد حدث عند النقاط 1614.2 للإنكم و 11.42 لسعر الفائدة، وأكون بذلك قد انتهيت بإذن الله، وإن شاء الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.